يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى فيها عدة أشياء مهمة جدا، لأنه يترتب عليها سعادة المسلمين وسعادة الخلق في أرض الله تبارك وتعالى في دنياهم وكذا في أخراهم. والخطاب في قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، الخطاب لأهل مكة ولمشركي قريش. قال الله لهم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. الله عز وجل أهلك الأمم والأجيال التي كانت قبل كفار قريش، فيخاطبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. السبب الذي من أجله أهلك الله عز وجل القرون جميعا وكل الأمم التي أهلكها الله في هذه الحياة الدنيا، السبب قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ومعنى لما ظلموا أي لما أشركوا. فالهلاك يأتي للناس بسبب الشرك، بسبب الشرك، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض. قال الله جل وعلا: وعلى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك ما في جريمة وما في ذنب مثله ولا في ذنب أكبر منه. وده في ورد على الجماعة اللي بيجي بيقول لك: يا أخي خلوا الكلام في الشرك وخلوا التحذير من الشرك بالله. تكلموا لنا في البنات المتبرجات، وتكلموا لنا في الزنا الانتشر، صح في جرائم وهي من الكبائر العظيمة، سواء كان التبرج، سواء كان الزنا، سواء كان شرب الخمر أو المخدرات اللي انتشرت بين الشباب الليلة، دي من الكبائر العظيمة من الذنوب والجرائم، لكن الشرك بالله أكبر منها كلها. لأن ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي زول مات على الشرك وكان مشرك ربنا ما بيغفر له أبدا، ويدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها، بل الجنة عليه حرام، لأن ربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرام عليه يدخل الجنة. يمشي وين؟ قال تعالى: ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فده السبب اللي بيخلينا نركز على الكلام في الشرك. وفي قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني الليلة العيشة العايشين الناس دي، العيشة بكم، والبنزين مرة فيه ومرات ما فيه، والجاز مرة فيه ومرات ما فيه، وضنك وضيق شديد في المعيشة. أعظم سبب في ضيق المعايش وفي هلاك الدنيا كلها وهلاك الآخرة بالنسبة للعبد، أعظم سبب الشرك بالله يا جماعة. لأن ربنا قال: لما ظلموا، وظلموا يعني أشركوا، لأن الظلم يأتي في كتاب الله بمعنى الشرك بالله عز وجل. شكذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الشرك ظلم. عشان كده لما نزلت الآية قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شقت على الصحابة، قالوا أيُّ لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس ذلكم وليس الظلم الذي تعنون، إنما هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني الشرك، الظلم يعني الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك يأتي في القرآن بمعنى الظلم، كما قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظالمين يعني المشركين، لأنه أصلا الإنسان البدعو غير ربنا سبحانه وتعالى مشرك. قال تعالى لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن لما ظلموا يعني لما أشركوا بالله، والشرك ده سبب أي مصيبة، أي مصيبة. لو العيش غلى السبب الشرك، لو جاءت حبوبة كسرت البيوت ولا سيول ولا أمطار السبب الشرك، لأن والله بلدنا دي ملانة شرك شرك. إن شاء الله والقفف والدفارات والشواويل ما يكمل، في كم قبة الآن تعبد من دون الله، كم قبة، في كم ضريح يتبرك به ويعتقد فيه النفع والضر، في كم قبر الآن الناس بيستغيثوا به ويخلوا الله، بدل ما يستغيثوا بالله يستغيثوا بالميت، بدل ما يدعو الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت يدعو الميت يتوكل على الميت. وربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ولي لا نبي لا رسول لا ملك لا جن لا إنس لا شيطان لا غيره. الله قال فلا تدعوا مع الله أحدا. وبعد ده الجماعة يقول لك في المدايح بتاعتهم بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، في الليل الهادي بنادي سيادي. وربنا يقول فلا تدعوا مع الله أحدا. يبقى الشرك فيه ولا ما فيه؟ شرك راقب بالكوم، بالكوم راقب. أدخل السوق ده أمشي سوق ليبيا أمشي أي مكان، بل في المساجد بعض المساجد بل أكثر المساجد أنا شفتها بعيني دي، تلقى جماعة فارشين حجبات يبيعوها في المسجد بورا، شرك شرك وكفر. يبيعوها جوا بيت الله جوا المسجد. وربنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فارشين جوا الجامع، قبل كده لقيت جماعة فارشين الحجبات دي صوفية، تكلمت معاهم قلت لهم ده شرك، اتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن التمائم اللي هي تسمى حجبات في الشريعة، قال من علق تميمة فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. خنقوني والله، خنقوني جوا الجامع. ليه؟ لأنه ده بيقطع لهم سوقهم في ظنهم، وبيوقف لهم عيشهم في ظنهم، مع إنهم ذاتهم من الحجبات والتمائم الفرشنة. يقول لك ده حجاب رزق. طب لو ده حجاب رزق خايف من كلامي ليه؟ لو عندك حجاب بيرزق خايف انه كلامي يكون سبب في وقف رزقك ليه؟ لكن عشان تعرف انه ده كله شرك وكذب وباطل، ما في حجاب بيجيب رزق ابدا. والله بسبب الشركيات دي وغيرها من الشركيات الكثيره المنتشره في البلد دي، السبب الاعظم في ضيق المعيشه ان احنا عايشينه كلنا، لانه الله قال كده
ولقد أهلكنا القرون، انتبه للآية دي كويس وفتح عينك، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ليه؟ لما ظلموا، لما أشركوا، ده السبب يا جماعة، لما أشركوا بالله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الحجر الأسود، والحجر الأسود ده ما من حجار الدنيا، ده جنازل من الجنة، عديل من حجار الجنة، وكان لونه أبيض من اللبن والتلج، بقى أسود ليه؟ سبب الشرك. جماعة اللي بيعبدوا القبور ديل سودوا الحجر الأسود ذاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب، قال: الحجر الأسود نزل من الجنة كان أشد بياضا من الثلج، وفي رواية من اللبن، أبيض من اللبن، ده لونه الأصلي، وأبيض من التلج، ده حيكون كيف؟ قال: سودته خطايا أهل الشرك. يبقى الشرك ما يغلي العيش كيف؟ الشرك ما يوقف البنزين كيف؟ الشرك ما يخلي الناس عايشين في ضنك في المعيشة. بلد فيها نيلين، النيل بتاعنا ده جاي من الجنة، النيل ده ذاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النيل والفرات من أنهار الجنة. قال الشراح: هو هذا النيل، النيل ده، ده جاي من الجنة، ونحن ساكنين في حي اسمه حي الجرف. الجرف يعني جرف النيل، جرف البحر جنبه. 3 شهور ما عندنا مويه، والله 3 شهور ما عندنا مويه. دي ما آية؟ دي ما علامة واضحة؟ لأنه في خلل ما في البلد دي، في خلل. نيلان، نيل أبيض ونيل الأزرق، وفي هناك نهر شنو، نهر شنو، نهر عبرة وغيره، والناس عطشانين، والنيل ملان سمك زد، والناس جعانين. السبب شنو؟ السبب الناس اللي بينادوا غير الله ديل. الواحد ده يقوم من الواطة، بدل ما يقول يا الله أعيني ويا معين تعيني، يقول لك يا فركة تنجدني وتفزعني، يستغيث بغير الله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الصالحين وأصلح الأنبياء والمرسلين أجمعين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، كان إذا دار يدعو يدعو الله، إذا دار يستغيث يستغيث بالله، كما في غزوة بدر، حتى أنزل الله عز وجل قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. النبي ينادي الله ورافع يدينه إلى الرؤيا بياض إبطيه، وسقط الرداء عن عاتقيه، ويلح على ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد إن شئت في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدتني، لحد ما الرضا سقط ورافع يدينه كده 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 إلى الرؤيا بياض إبطيه. قال أبو بكر الصديق: لقد ألححت على ربك يا رسول الله فيكفيك، ربنا نزل لهم 1000 من الملائكة مردفين، وانتهوا من المشركين، وانتصر المسلمون في غزوة بدر. السبب الرسول دعا الله، الرسول دعا الله. الليلة يقول لك إنابة، ده حالنا، إنابة خطب في البلاد نزيل، إذا حصلت مصيبة في البلد قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. دي البلد دي. الليلة يقول لك إن كنت في هم وغم فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي. يبقى كيف المعيشة ما تبقى ضيقة يا جماعة؟ والله ده السبب، ما بذول غشة أبدا. السبب: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما أشركوا، وده السبب. وحنمشي في سوء، نحن ما بنتمنى السوء، لكن القرآن قال كده، حنمشي في سوء وحنمشي في ضنك بتاع معيشة. العيش الليلة بجنيه، بكرة باثنين جنيه، بعد بكرة بخمسمية جنيه، بعد بكرة بمليون، بعديه ما في، تشيل مليونك تشتري عيشة ما في. السبب: لما ظلموا، لما أشركوا. يا أخي إذا كان الناس لليلة بيعتقدوا في ناس صعاليك
ناس مجارمة، ناس طواغيت. ولد صغير قال ظهر في منطقة بيعالج الناس، قال بجرسلين. يا ناس بجرسلين بيعالج؟ جرسلين اللي عنده سكري ماشي يشرب، بعدين بيسقيهم بجك. شو الواد ده ذاته مجرم كيف؟ بجك جك بتاع جرسلين. اللي عنده تي بي ماشي يشرب جك جرسلين، اللي عنده بواسير جك جرسلين. يا ناس الكلام ده كلام خلينه حرام، الكلام ده بالعقل بالعقل لا يمكن يصدقوا العقل يا اخي. لا في فازلين لا في جرسلين بيعالج. والقبلي والمجرم بتاع الكريم الداك قال الرسول جاني في النوم اداني بوسمار وجاب الكوانين وزريبة بتاعت فحم وولع النيران وبقى يتشتش السودانيين. كل واحد يتشو في اضانه في راسه في وين ما عارفه، واحدين ماتوا عندهم سكري، واحدين وين واحدين وين. في الناشا الكانون وبوسمار وشرط برضو الناس ما دايرة تتعز. هالسعدي هالسعدي مش كان في دجال بجاي شغال؟ البجاي ده عامل لنا لخمة مع اول مرة المشغلة في الميكروفون كل يوم دي، مرة سورية ولا ايطالية ما عارف. هنا بجاي ده ما فاكين انت قايل شنو؟ فاكين فاكين يغش النساوين يا اخي. المرة ما بتلد تمشي للشيخ، الداير له جنة يمشي للشيخ، الما عنده رزق ورزقه ضيق وما شغال يمشي للشيخ. والشيخ اكتر واحد عاطل وما شغال، يشغلك كيف يا ناس؟ الرزق فوق في السماء، ما في الواطزات الرزق. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. النبي عليه الصلاة والسلام يطمنا عشان يوريك انه الرزق ده ما محتاج له لحجاب ولا تشرك او تكفر بالله عشان الرزق، ولا تكون ذو شفقان وهلوع من اجل الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث كويس، حديث بيطمنك تب خليك ترقد قفا، رزقك جايك جايك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق في أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت. رزقك ده لو قلت ما دايره وجريت منه هربت منه ما دايره، قال لأدركه رزقه كما يدركه الموت. مش الموت، ربنا قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مهما فريت من الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مهما فريت وجريت وهربت من الموت بلاقيك بلاقيك. كذلك الرزق زي واحد، إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه الأجل. هو زيه بسكك الرزق زي ما الموت بسكك، لكن الرزق بسكك أكثر من الموت، أكثر من الأجل والموت ذاته. يبقى دي آية، الإنسان يتعظ ما عشان رزق يمشي له يا شيخ ولا ما دي ظاهرة موضة جديدة. طبعا الشيوخ بتاعنا الصوفية زمان إلا تمشي له تركب من هنا 16 ساعة، تمشي له تلقى قاعد له في كرنك ومولع بخور معه 16 مرة. لا، الشغلة الآن بدأت تتقنن والجماعة دخلوا في التكنولوجيا، بيسبحهم دخلوا جوا التكنولوجيا. كيف؟ بيجوا يضربوا تلفونات هم ذاتهم. الواحد بيكون عنده البرنامج اللي اسمه تلو ترو كلر ولا اسمه شنو ده، بيكشف الاسماء تقريبا، يكشف الاسم لو لقاه مرة يا بخته ما مجرم، بتتغش له سريع. يتصلوا تلفونات يقول لا والله انا شيخ كبير اها، وانا شفت في رقدت في الخيرة وشفت انه عندك مصيبة كبيرة وعارض كبير، فحول لي 3 مليون على الرقم ده عشان نفك لك العارض. وهو اكبر عارض، اكبر عارض ده ذاته، تحول له 3. يقول له والله الخدام قالوا دارين تاني 2 5. بعد يغيب اسبوع، طبعا لانه هو حريف جدا ما طوالي، يغيب اسبوع يقول له فضل اخر 5 والعارض فضل له اخر عقدة تتفكى 10. شفت كيف شغالين؟ قاعد يحصل ولا ما قاعد يحصل؟
كتير. يوم مشينا محكمة عندنا موضوع بتاع واحد، لقينا واحد قابضينه فكيه، فكيه كبير زي البجايدة، قابضينه جوا، جزاهم الله خير والله، محشور جوا. اها جابوه للقاضي، القاضي حكم عليه اظنه بعشر سنة ولا كم. في شنو؟ قالوا ضارب من مرة مليار تقريبا. اتصل بها تلفون، حولي حولي، وانت عامل لك عارض، حولي حولي حولي، لحد ما تمت مليار تقريبا. مرة عندها قروش مجارمة، بيكون شغالين بالتكنولوجيا، شرك ينشروا بالشرك. تقول ليه شرك؟ ما في كيف شرك راقد بالكوم. ما في ناس بيحلفوا بغير الله؟ ناس وحاسدي وحات ابو الشيخ وحات فلان وحات فلان، ده ما الشرك ذاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. الناس اللي بيقولوا ما في شرك وكرهتونا بالكلام في الشرك شرك شرك، نسألك سؤال، في ناس بيحلفوا بغير الله ولا ما في؟ في الشرك في. في ناس بيمشوا القبر دي، القبر دي بيشيلوا التراب وبيعتقدوا انه بينفع وبيضر ولا ما في؟ في الشرك في. في قبر اي الشرك في، لانه اصلا الشرك ما وقع في الارض، في الارض دي، الا بسبب تعظيم قبور الصالحين، وده كانوا صالحين صحيح، لانه ربنا قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا. ابن عباس قال دي خمسة اسماء، خمسة رجال صالحين. يبقى ده صالحين عبدوهم من دون الله. قال السلف: فلما هلك اولئك، الجيل بتاعه، ونسي العلم، يعني بقى ما في تحذير من الشرك، وقيل نسي العلم يعني مات العلماء الذين يحذرون من الشرك، فلما هلك اولئك ونسي العلم عبدوا من دون الله. عشان كده لو بقى ما في تحذير من الشرك بيعبدوا من دون الله. الشاهد انه اول شرك حصل بسبب عبادة قبور هؤلاء الخمسة وهم صالحين، وديك صالحين. الليلة ناس مجارمة ساكت، بل بعضهم كفار طواغيت كفرة، زي قبة الفقير الصيني في مدني تحت كبري حنتوب، زول كافر يانغ شينغ شونغ. ده الآن الجماعة أهل الطريقة بيسوقوا للنسوان، قالوا بدي الجنة، كافر كافر، قالوا بدي الجنة. هو لو حي ومسلم وصالح، بل رسول، ما بدي الجنة، رسول. خلي زول يا أخي ميت. زكريا عليه السلام دعا الله داير له جنة عليه الصلاة والسلام، لأنه الجنة ربنا مع أحد حتى لو كان نبي أو رسول. تقول ليه شيخ طريقة ولا صالح؟ ده إذا بقى صالح ذاته. ربنا قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقدم الشيخ أبو بكر.